بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإيفنت ده رح نحكي فيه إيفنت اسمه onkeydown، وده لما اليوزر يبرس أو يهولد داون، يعني يضغط أو يفضل ضغط على كي من الكيبورد، تمام؟ اسمه onkeydown. فاحنا عاملين onkeydown ومشغلين my function. الفانكشن ديت فيها نفس الكلام اللي كان موجود المره اللي فاتت، بس احنا غيرنا النص اللي يبرست اكيد بس. هنشوف التطبيق بتاع الايفنت ده. انا عملنا ريفرش، ادي على كلمه هلو، انا شغلي كده لغايه دلوقتي بالماوس، ومجرد ما هي ضغط زرار من الكيبورد راح يظهر لي يبرست اكيد ايا كان طبيعه الزرار ده. حتى مثلا لو انا ضغطت على زرار زي المملوك ضغطت عليه برضه يعتبر ايه، يعتبر انت بتعمل ايه ايفنت، بتعمل رياكشن اسمه بريس على الفيفا، بالتالي بترد عليك جافا سكريبت انك بتطبق لك الايفنت بتاعك. سبحان الله ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.